كابتن علاء، مواجهه حاسمه بالارقام، حاسمه الفرقتين. يعني بالرغم ان النادي الاهلي 7 نقط ونادي المريخ نقطه واحده، ولكن ما زال لديه الامل. يعني هو الامل مش في رجل لعيبته لوحده، ولكن هو معتمد اعتماد كلي على نتائج كمان سيمبا التنزاني. فالمواجهه صعبه ولا من وجهه نظرك انها سهله؟ بغض النظر عن حساب النقاط، برافو عليك، اي مباراه اكيد صعب. دايما النادي الاهلي، اي فريق بيلعب ضد النادي الاهلي مهما كان اسمه كبير مش كبير، هو بيحب يقدم اقصى حاجه عنده، اقصى ما لديه. هو فوزه على النادي الاهلي ايمن، او يقدم مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، دي بالنسبه له حاجه ممتازه. صحيح. حاجه هو عايزها، هو عايز يظهر قدام النادي الاهلي بمظهر حلو، حتى لو ما عندوش امل، حتى ما عندوش امل. هو الامل، هو الامل. بص يا ايمن، المجموعه دي المشكله ان الاربعه عندهم امل. أيوه. يعني الاربع فرق عندهم امل. أيوه. بحسبه مش لوحدك. أيوه. بس على حساب الفرقه كلها. تقريبا كنا بنتكلم انا واسامه الوقت وعادل، ان الفرقه الاربع فرق عندهم امل. صحيح. يعني سيمبا، النادي الاهلي، فيتا كلاب، والمريخ، كل واحد عنده امل. بس ايه اللي يقول لك لو كسبت النهارده فلان مع فلان؟ مزبوط. في حسبه ثانيه. لكن النادي الاهلي بيفكر في حاجه واحده بس ايمن، بعيد عن النقاط، بعيد عن حسابات، بعيد عن اي حاجه. هو في اي محفل هو مطالب بحاجه، مكسب بس. هو النادي الاهلي بيفكر في كده. يعني النادي الاهلي حتى لو متصدر النهارده المجموعه، وان شاء الله تتدرب في الاخر، هتلاقيه برده النهارده بيدور على ضد نادي المريخ، عايز يأدي اداء كويس، وعايز يكسب مكسب مقنع، لان هو ده النادي الاهلي. النادي الاهلي بكبريائه، باسمه الكبير، بلاعيبته، بجماهيره اللي في كل مكان، هو ده الهدف دايما دايما، هدف النادي الاهلي. واتكلمنا كتير قوي في الموضوع ده، لان النادي الاهلي ما بيفكرش في حاجه غير مكسب. بيلاعب مين؟ كل الاحترام لكل المنافسين، لكن انا عندي هدف واحد بس، انا عايز اكسب النهارده زي ما قال كابتن شريف، يبقى التأهل مضمون، يبقى المباراه الاخيره بقى العب على ان انا بطل المجموعه. بالزبط. وده المكان اللي هو مكان النادي الاهلي دايما. النادي الاهلي ما بتبصش على مركز ثاني ايمن. صحيح. النادي الاهلي مجموعات بيحب يطلع هو اول مجموعه، يمكن السنه اللي اخذ فيها البطوله ما طلعش اول مجموعه، لكن طلع ثاني مجموعه واخذ البطوله. أي. لكن على فكره مش شرط، لكن كل البطولات اللي خدها النادي الاهلي، لا هو اول مجموعه. فالنادي الاهلي ما بيدورش غير على المركز الاول. النهارده ان شاء الله يحسم اللقاء في المريخ، مباراه مش سهله عامه يعني. لان زي ما انت قلت دلوقتي ايمن، الفرق كلها عندها امل. المريخ عنده امل النهارده يكسب النادي الاهلي، هياخد 3 نقاط وكسب النادي الاهلي. مكسب النادي الاهلي بحد ذاته ايمن ولا 1000 نقطه تعادلها، لكن هو بالنسبه له صحيح. عايز يكسب النهارده، ما عندوش حل تاني. صحيح. عشان كده هي صعوبه المباراه النهارده ايمن، ان بتلاعب فريق مش باكي على حاجه. صح. ما عندوش حاجه يبكي عليها. يعني النهارده لو خسر من النادي الاهلي، انا خسران من النادي الاهلي وحته البطوله عندي مش عاليه قوي، لكن النهارده وعايز اقدم اقصى حاجه ما لديه. خسر ده طبيعي، انا بلعب النادي الاهلي، لو حقق اي نتيجه ايجابيه بالنسبه له ده بالنسبه له انجاز كبير. لكن اللي انا متاكد منه ان شاء الله النهارده، النادي الاهلي تركيز كويس قوي من كل اللعيبه، اذا كانت الدوليين او المحليين، على 3 نقاط مهمه يرجع بيهم ان شاء الله من المريخ باذن الله رب العالمين.